السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ في هذه المحاضرة، هي المحاضرة السادسة، توقفنا في المحاضرة الماضية في الحديث بدأنا الحديث في النظرية العامة للشركات، وتحدثنا فيها عن طبيعة الشركة، عرفنا أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم ما حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. ووضحنا أن نظام الشركات السعودي 1437 أخذ بمبدأ أن الشركة عقد، واستثنى من هذا المبدأ أنه سمح بتكوين شركات أشخاص سواء كان شخص. نعم، توقفنا عند الأركان، لكن نريد أن نستعرض سريعا الجزئيات التي حدثنا عنها. وضحنا أن الشركة عقد، وأوضحنا أن هذا العقد فيه استثناء يجوز للشخص الواحد أن يكون شركة. ووضحنا ما هي مزايا شركة الشخص الواحد وما هي سلبيات شركة الشخص الواحد، ثم تحدثنا عن أنواع الشركات، قلنا تقسم إلى شركات أشخاص، شركات تقسم إلى شركات تجارية وشركات مدنية بناء على طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، ثم تحدثنا عن أشكال الشركات التجارية، وضحنا أن هي 5 أشكال للشركات التجارية، وقسمناها إلى شركات أشخاص، شركات أموال، شركات مختلطة. رجعنا للحديث الثاني عن عقد الشركة، وأوضحنا أن لهذا العقد أركان. هذه الأركان تتمثل في أركان موضوعية عامة وأركان موضوعية خاصة وأركان شكلية. وبدأنا الحديث على أن الأركان الموضوعية العامة هي الأركان التي تتوافر في عقد الشركة وغيره من العقود، سواء كان عقد بيع أو عقد عمل أو عقد إيجار. أما الأركان الموضوعية الخاصة فهي التي ينفرد بها عقد الشركة دون غيره من العقود الأخرى. والأركان الموضوعية العامة 4 أركان، هي الرضا والأهلية والمحل والسبب. نبدأ نتحدث عن أي واحد من هذه الأركان على حدة. الركن الأول هو الرضا، ومعرف الرضا على أنه هو التعبير عن إرادة المتعاقدين في صيغة الإيجاب والقبول، وهنا الرضا الذي نعنيه رضا الشريك في التوقيع على عقد الشركة، بمعنى أن الشريك عندما يقدم على التوقيع على عقد الشركة يجب أن يكون عالما بمضمون العقد ومحتوى هذا العقد، ومن ثم يوقع بالموافقة على هذا العقد. ويجب أن يكون الرضا خاليا من أي عيب من العيوب التي يمكن أن تعترضه، والعيوب هي الإكراه والتدليس والغلط. والإكراه نعني به أن يوقع المتعاقد على عقد الشركة تحت تأثير الإكراه، ويعتد بهذا الإكراه إذا استطاع المتعاقد أن يثبت أنه كان تحت تأثير الإكراه، يؤدي ذلك إلى إبطال عقد الشركة في حقه. أما التدليس فنعني به إخفاء معلومة أساسية أو جوهرية من المتعاقد إذا كان يعلمها لحظة التعاقد لما أقدم على التوقيع على عقد الشركة، ويعتد به إذا كان من أحد المتعاقدين على الطرف الآخر، هذا نسميه تدليسا. والغلط قد يكون له أنواع مختلفة، يعني شخص يكون وقع في غلط في ماهية العقد، بمعنى أنه مثلا يريد أن يوقع على عقد إيجار وقع على عقد بيع، أو شخص يكون كان يعتقد أن عقد الشركة طبيعة عملها أنها تعمل في مجال النقل البري، فاتضح أنها تعمل في مجال النقل البحري. هذه جميعها نعتبرها عيوب من عيوب الرضا إذا وقع فيها المتعاقد واستطاع أن يثبت أنه وقع في أي من واحد من العيوب الثلاثة، هذه يجوز أن يكون عقد الشركة غير صحيحا، لأنه الرضا
كان معيبا في هذا الحال. الركن الثاني المحل، والمحل نعني به المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، بمعنى أن الشركاء عندما يبدأ في تكوين في كتابة عقد الشركة وتأسيس الشركة، بالتأكيد هنالك مشروع مالي محدد يرقب في القيام بهذا المشروع. فهذا المشروع المالي نحن نسميه المحل. فمثلا الشركة التي تعمل في مجال الصرافة نقول أن محل الشركة هو الصرافة، والشركة التي تعمل في مجال النقل البري نقول أن محل الشركة هو النقل، والشركة التي تعمل في مجال البناء والتشييد فنسمي أن محل الشركة هو البناء والتشييد في هذا المقام. ويشترط في محل الشركة عدد من الشروط. أول شرط، يجب أن يكون محل الشركة مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب، وهذا شرط يعتبر أساسي. يعني مثلا لا يجوز أن ينشئ شخص شركة وتكون هذه الشركة تتعامل في الربا، أو لا يجوز أن يتم التعامل في إنشاء شركة للتعامل في المخدرات، فهذه جميعها تعاملات غير مشروعة. الشرط الثاني، يجب أن يكون محل الشركة ممكنا، بمعنى أنه من الأعمال التي يجوز أن يتم الدخول فيها. فمثلا نظام الشركات 437 حظر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعمل في مجال التأمين. فلذلك الشخص الذي يقول أنه قام بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التأمين، نقول له أن محل الشركة غير ممكن، لأن النظام حظر على مثل هذا النوع من الشركات أن تعمل في مجال التأمين. أيضا يجب أن يكون محل الشركة داخلا في دائرة التعامل. يعني هنالك بعض الأشياء تدخل في دائرة التعامل، بعض الأشياء لا تدخل في دائرة التعامل، إما وفقا للأنظمة أو وفقا لطبيعة هذه الأشياء تكون خارجة عن التعامل. يعني مثلا التحكم في الهواء الموجود في فضاء الدولة هذا يخرج عن دائرة التعامل بحكم طبيعته، فلذلك لا يتصور أن يتم إنشاء شركة ويكون محل عملها تعبئة هذا الهواء. والشرط الرابع والأخير في محل الشركة، يجب أن يكون محددا، بمعنى أن لا تكون هنالك عمومية في محل الشركة، بحيث أنه لا نستطيع أن نحدد. مثلا شخص ينشئ شركة يكتب في محل الشركة أنها تعمل في مجال التجارة. مجال التجارة واسع، وفيه ما هو مشروع وفيه ما هو غير مشروع، فيجب أن يكون محددا على سبيل واضحا على سبيل التحديد. الركن الثالث هو الأهلية، والأهلية يقصد بها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وصلاحيته على إبرام التصرفات القانونية بنفسه، وتدخل فيها أهلية الأداء وأهلية الوجوب، ونعني بها إنها أهلية الوجوب في هذا المقام. والأهلية التي نعنيها في هذا كركن من أركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، أهلية تتعلق بالمتعاقد لحظة توقيعه على عقد الشركة. يعني عندما يقدم الشخص المتعاقد للتوقيع على عقد الشركة يجب أن يكون ذو أهلية، بمعنى أنه يكون بالغا لسن الرشد المعنية، ويكون ما فيه أي عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانع الأهلية، العوارض اللي هي مثل الجنون والعته والطفلة، وما يكون عنده مانع مادي أو مانع نظامي أو مانع طبيعي. الركن الثالث الرابع هو السبب، والسبب نعني به الباعث أو الهدف من إبرام عقد الشركة. وفي حالة عقود الشركات يكون السبب هو تحقيق الربح، سبب هو قصد تحقيق الربح. وقد يتساءل آخرون يقولون أن وهل يتم الدخول في الأعمال التجارية دون أن يكون الربح هو القصد؟ نقول نعم، لأن هنالك بعض الحالات، لأن هنالك بعض الحالات في الشركات الخيرية، في الشركات الخيرية لا يكون السبب هو
قصد تحقيق. لا يكون السبب قصد تحقيق أجل بحيث، ولذلك نقول أنه الربح في هذا الحال. النوع الثاني من أنواع الأركان هي الأركان الموضوعية الخاصة، والأركان الموضوعية الخاصة سميت خاصة لأنه يختص بها عقد الشركة دون العقود الأخرى، وهي 4 أركان. إذا رجعنا لتعريف عقد الشركة بنجد أن هذه الأركان الأربعة تكاد تكون مجتمعة في العقد في التعريف، لأنه بنعرف الشركة أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، وهذا هو الركن الأول نحن نسميه تعدد الشركاء، بأن يساهم كل منهم في مشروع، وهذا نعني به النية، واحد من الأركان، الركن الثالث، عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل، وهذا نعني به الركن الثاني واللي هو تقديم الحصة، ولاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، وهذا هو الركن الرابع. نبدأ نتحدث عن أي من هذه الأركان على حدة. الركن الأول هو تعدد الشركاء. ورد هذا الركن بعبارة واحدة واضحة وصريحة في المادة الثانية من نظام الشركات 1437، عندما تم تعريف الشركة على أنها عقد، واشترط في التعريف أن يكون أقل عدد للشركاء في عقد تأسيس الشركة شخصان، ولم يرد، وهذا شرط في كل الشركات، إلا أن هذا الشرط ورد عليه استثناء بموجبه يحق للشخص الواحد أن يكون شركة، يحق للشخص الواحد أن يكون شركة. التواريخ نحن ذكرنا على أن هنالك 4 أنظمة نحن مطالبون بمعرفة تواريخها، وهي نظام المحكمة التجارية 1350 هجرية، ونظام السجل التجاري 1409 هجرية، ونظام الدفاتر التجارية 1416 هجرية، ونظام الشركات النافذ 1437 هجرية. هذه هي مكتوبة في المنتدى، أنا ذكرتها في المنتدى كتابة، اسم النظام والتاريخ. هذه هي التواريخ الأربعة نحن مطالبين فيها. أما ما أذكره في المحاضرات الآن بعضه أرقام مواد، وعادة أرقام المواد لا نطالب بحفظها، حتى سواء كان لطلاب الاقتصاد أو طلاب كليات الأنظمة، لا نطلب حفظ رقم المادة. وبالتالي التواريخ كثيرة، هذه التواريخ نحن حددنا 4 منها فقط بأسماء أنظمتها هي المطالبين نحن بحفظها، موجودة في المنتدى للدقة الأكثر. إذا أول ركن الركن الأول هو تعدد الشركاء، وأوضحنا بموجبه أن أقل عدد للشركاء يجب أن يكون 2، لكن هنالك استثناء بموجبه يجوز للشخص الواحد أن يكون شركة. نتساءل هل هنالك عدد أقصى للشركاء؟ نقول أنه لا يوجد عدد أقصى للشركاء في أي من الشركات المذكورة إلا شركة واحدة، إلا شركة واحدة وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذه عدد الشركاء، عدد الأقصى للشركاء فيها، العدد الأقصى للشركاء فيها هي 50 شريك. الركن الثاني تقديم الحصة، والحصة نعني بها المساهمة في تكوين رأس مال الشركة، وهي تعتبر ركن من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، وورد النص عليها في المادة الثانية من نظام الشركات 37،
على أنه يجوز يجب تقديم الحصة. وتقسم الحصص لدينا إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول هو الحصة النقدية، والقسم الثاني هو الحصة العينية، والقسم الثالث هو الحصة بالعمل. والحصة النقدية هي ما يدفعه كل شريك من مبلغ نقدي يساوي ما اتفق عليه على أن يكون مساهمته في رأس مال الشركة. ويشترط في الحصة العينية النقدية أن يتم دفعها كاملا عند تأسيس الشركة. يشترط في الحصة النقدية أن يتم دفعها كاملا عند تأسيس الشركة، إلا أنه استثناء يجوز أن تتم تجزئة هذه الحصة النقدية. وإذا وقعت تجزئة يتعين على الشريك أن يدفع على الأقل 25% من قيمة هذه الحصة ابتداء، وما تبقى يصبح دينا في ذمة الشريك لصالح الشركة، على أن يتم الاتفاق على تاريخ محدد لسداد هذا الدين. وفي التاريخ المعني لسداد هذا الدين يتعين على الشريك أن يبادر بسداد ما تبقى من حصته في رأس مال الشريك. وإذا عجز عن هذا السداد تستطيع الشركة أن تلاحقه وتطالبه بسداد هذا المبلغ حتى وإن دعا الأمر إلى بيع هذه الحصة، وتستوفي منها ما هو للشركة وترد للشريك الباقي إن تبقى شيء. مقابل الحصة النقدية التي يدفعها الشريك في رأس المال، يمنح هذا الشريك أرباح سنوية إذا حققت الشركة أرباح، ويسمح له بدخول اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ويسمح له بالدخول في مجلس الإدارة إذا استوفى الشروط الأخرى. وإذا انقضت الشركة في نهاية عهدها يحق له أن يتحصل على حصته التي قدمها في رأس المال متى ما كان ذلك ممكنا. الشريك غير لا يحق له أن يطالب باسترداد حصته من رأس مال الشركة إلا بعد انقضائها، ولا يجوز للشركة أن تبرئ ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة الحصة، ولا يجوز أن تقع أي نوع من أنواع المقاصة بين ما تبقى الحصة وأي التزام متعلق بالشركة. النوع الثاني من أنواع الحصة هي الحصة العينية، والمال العيني هو ليس مالا نقديا، وإنما يمثل من الأموال العينية التي نمثل من نعطي أمثلة لها مثل السيارات أو الناقلات أو الأجهزة أو المحلات التجارية أو علامات البراءات الاختراع أو العلامات التجارية أو الأسهم أو غيرها من الأموال العينية التي لا تمثل مالا نقديا. هذه جميعها يستطيع الشخص أن يقدمها كحصة عينية في رأس مال الشركة. وللحصة العينية بعض الأحكام، من أهم أحكامها أنه يجب أن يتم تقدير قيمتها عند تقديمها لرأس مال الشركة. يعني بمجرد أن الشريك تقدم بالحصة العينية في رأس مال الشركة يتعين عليه أن يتم تقدير قيمة هذه الحصة العينية. وعندما يتم تقدير قيمة الحصة هذه يتم بواسطة مقوم معتمد أو بواسطة خبير في مجال التقويم، وعادة ما يكون أكثر من واحد حتى نصل إلى التقويم الحقيقي بالنسبة لهذه الحصة العينية. وعندما يتم تحديد هذا التقويم يرسل إلى الجمعية العامة
التأسيسية للشركة ويعرض عليها هذا التقويم، فإما وافقت على قبول هذا التقويم الذي أرسل به المقوم، وإما كان لها رأي آخر. إذا كان لها رأي آخر بتخفيض قيمة هذا التقويم، يتعين على صاحب الحصة أن يعمل بما جاء في هذه الجمعية، يعمل بما جاء، إما أن يقبله وإما أن يبادر بسحب الحصة العينية، حصته التي قام بتقديمها. يعني أحيانا يا جماعة بتحدث نوع من أنواع المغالاة في تقويم هذه الحصص. يعني مثلا أرض قدمت بحصة في رأس مال الشركة، تم تقويم، يعني الواقع أن قيمتها لا تتجاوز ال 500 ألف ريال، يتم تقويم قيمتها ب 750 ألف ريال، وهذا لا يتأتى. فإذا تم تخفيض هذا التقويم من قبل الجمعية التأسيسية للشركة، فيتعين على صاحب الحصة أن يوافق على هذا الأمر. الحصة العينية إما أن تقدم للشركة على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع. إذا قدمت على سبيل التمليك، تخرج الحصة العينية من اسم الشريك وتدخل في اسم الشركة. مثلا إذا كان الصك من إذا كانت عقار، يتم تحويل العقار من اسم الشريك إلى اسم الشركة، وتخضع هنا لأحكام البيع، بمعنى أن الحصة العينية تنتقل تماما إلى ملكية الشركة وتخرج من اسم الشريك، وتحكم بأحكام البيع، بمعنى أن الشركة عندما تنقضي بعد مزاولتها لعملها لا تكون مطالبة بأن ترد الحصة العينية للشريك في لحظة الانقضاء. يعني مثلا إذا قدمت أرض للشركة في عام 1439، وتم تقدير قيمة الأرض هذه ب 500 ألف ريال، في عام 1459 انقضت الشركة وما زالت الأرض موجودة، إذا قدمتها على سبيل التمليك ما لك إلا أن تأخذ قيمتها لحظة تقديمها، حتى وإن ارتفع سعر الأرض في تلك الفترة بعد مضي 20 عاما. أما إذا قدمتها على سبيل الانتفاع، فتبقى الحصة في ذمة الشريك ولا تدخل في ذمة الشركة، وإنما فقط تنتفع بها الشركة خلال هذه الفترة الزمنية. وإذا انقضت الشركة، يتعين على الشركة أن تقوم برد الحصة العينية المقدمة على سبيل الانتفاع للشركة إلى الشريك مرة ثانية. من الفوائد التي نجنيها من عملية تقويم الحصة العينية، أولا لكي تدخل في رأس مال الشركة، ولأن رأس مال الشركة لا يدخل فيه إلا المال، فلذلك لا نستطيع أن نضيف غير المال لرأس مال الشركة، هذا واحد. ثانيا، بيعطى مقابلها عدد من تسمى حصته، لأنه بموجب هذه الحصة بيكون عنده ثقة تصويتي، وأيضا بنعطيه مقابل الأرباح. كيف نحدد ونحسب هذه الأرباح؟ بيتم تحديدها وحسابها بموجب قيمة هذه الحصة. هذه هي أحكام الحصة العينية، وهي النوع الثاني من أنواع الحصص العينية، من أنواع الحصص التي تقدم لتكوين رأس مال الشركة. النوع الثالث نعني به الحصة بالعمل، الحصة بالعمل، والحصة بالعمل لا يقدم صاحبها مالا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، وإنما يكون يقدم عمل فني. عمل فني مثلا شخص يكون محاسب ناجح أو إداري متميز أو مهندس متخصص أو شخص لديه مثلا براءة بتاعة اختراع يمكن استغلالها في أداء الشركة. مثل هؤلاء الأشخاص تستطيع الشركة أن تجذبهم أو
تعمل على أن تتعاقد معهم لكي يصبحوا شركاء لديها بالعمل. والعمل الذي نعنيه في هذا المقام يجب أن يكون عملا فنيا، بمعنى أن الشخص الذي يكون لديه نفوذ أو تكون لديه سلطة أو تكون لديه علاقات، هذا لا يعتبر عمل لكي يصبح من موجبه شريك. أيضا الشخص الذي يعمل عملا يدويا، هذا لا يؤهله لأن يكون شريكا بالعمل في رأس مال الشركة. فإذا الشركة حققت أرباح في نهاية العمل المالي، يعطى الشريك بالعمل أرباحه المتفق عليها عند بداية تأسيس الشركة. وإذا خسرت الشركة لا يتحمل أي من هذه الخسارة، وبالفعل هو يكون أساسا خسر عمله وجهده ووقته. وفي حالة انقضاء الشركة لا يجوز أو لا نعطي الشريك بالعمل حصة من الأموال التي توزع كأموال للشركاء عن حصصهم التي قدموها عند تأسيس الشركة، لأنه ابتداء لم يقدم مال لرأس مال الشركة. والحصة بالعمل هي الحصة الوحيدة التي لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، لأنها أصلا هي ما مال. العمل مال باعتبار مآله، ما ينتج من هذا العمل، لكن العمل كساعات لا يعد مالا في هذا المقام، فلذلك لا تسخر في تكوين رأس مال الشركة. الركن الثالث من الأركان الموضوعية الخاصة نية المشاركة. نية المشاركة لم ترد كنص مباشر في عقد تأسيس في تعريف عقد الشركة، لكن نستطيع أن نعرفها على أنها انصراف نية الشركاء إلى التعاون بطريقة إيجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم، بغية تحقيق غرض الشركة. هذا ما نسميه بنية المشاركة. يعني الشريك عندما يقدم حصته في رأس مال الشركة، يجب أن تنصرف نية هذا الشريك على أن يعمل مع بقية الشركاء الآخرين في سبيل تحقيق غرض الشركة. يعني لا يكفي أن يقدم حصة في رأس مال الشركة ويكتفي بذلك، لا، يجب أن تنصرف نيته على العمل مع بقية الشركاء في سبيل تحقيق الغرض من أن يتم تأسيس الشركة. إذا توافرت هذه النية يكون الركن موجود، وإن لم يتوافر لا يكون موجود. الركن الرابع اقتسام الأرباح والخسائر. الأصل أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقا لما اتفقوا عليه في عقد تأسيس الشركة، لأن العقد يمثل شريعة المتعاقدين. يعني ما يتفق عليه هؤلاء الشركاء يصبح هو اتفاقا ملزما فيما بينهم. فلذلك إذا اتفقوا على كيفية توزيع الأرباح وكيفية تحمل الخسائر، يصبح هذا الاتفاق ملزم، بشرط ألا يكون هذا الاتفاق متضمنا أي شرط من شروط الأسد. وشروط الأسد التي نعنيها في هذا المقام مثل شرط يستبعد أي من الشركاء من الأرباح، أو شرط يعفي أحد الشركاء من الخسارة، أو شرط يحدد لواحد من الشركاء نسبة ثابتة من الربح في كل عام. هذه تعتبر شروط الأسد. إذا وجد شرط بهذا المستوى يصبح هذا الشرط باطلا، ويبقى عقد الشركة صحيحا، وتوزع الأرباح بموجب النظام الذي يقول أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصص الشركاء في رأس مال الشركة. إذا هذه الجزئية لابد من أن تكون واضحة، إنه أي اتفاق بين الشركاء لتوزيع الأرباح والخسائر ويتضمن هذا الاتفاق عزل أحد الشركاء من الأرباح أو إعفاء أحد الشركاء من الخسارة أو تحديد نسبة ثابتة لواحد من الشركاء من الأرباح سنوية، يعتبر هذا الشرط باطل.
ويبقى عقد الشركة صحيحا، ويبقى عقد الشركة صحيحا. وطيب كيف توزع الأرباح؟ توزع الأرباح بناء على نسب الشركاء في رأس مال الشركة. مثال لذلك، شركاء أسسوا شركة، نصوا في عقد تأسيس الشركة أن إكس من الشركاء لا يتحمل الخسارة مع بقية الشركاء في نهاية العام المالي. نقول أن هذا الشرط هو شرط من شروط الأسد ويعتبر شرط باطل. إذا سألنا لماذا يكون باطل؟ لأن اقسام الأرباح والخسائر هو ركن من أركان الشركة. إذا لم يوجد هذا الشرط يعتبر هذا العقد باطل، لأنه أنت دخلت في شركة، هذه الشركة تحتمل الربح تحتمل الخسارة. إذا لكي تستوفي أركان الشركة عليك أن تتحمل الخسارة وعليك أن تستفيد من الربح. هذا المعني باقسام الأرباح والخسائر. وبعدين شروط الأسد هي أصلا قصة من القصص الموجودة في الأدب العربي. يقال أن هنالك أسد وضبع وثعلب خرجوا للصيد واصطادوا 3 حيوانات، وجلسوا على توزيع هذه الغنائم. الأسد قال للذئب وزع ما بيننا هذه الغنائم، فالذئب أعطى الأسد أكبر الغنائم وأخذ هو واحدة وترك للثعلب واحدة أخرى. هذه القسمة لم ترضي الأسد، فضرب الذئب وأرداه قتيلا، من ثم اتجه للثعلب وقال وزع بيننا هذه الغنائم. الثعلب أدرك الخطة وعلى طول قال للأسد هذا لفطورك وهذا لغداك وهذا لعشاك. وابتسم الأسد وقال له من الذي علمك هذا العدل؟ قال لي تعلمته من موت هذا. فلذلك أخذوها أساتذة القانون التجاري وأصبحت هي جزء من القانون التجاري، وهذا الجزء متعارف عليه في كل كتب ومراجع القانون التجاري. يعني بي 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 أصبح يشار إليها هكذا في كل كتب القانون التجاري، أن ضوابط اقتسام الأرباح والخسائر في الشركة يجب أن لا تتضمن شرطا من شروط الأسد، اللي هي بسموها شروط الأسد أو بسموها حصة الأسد. إذا توجدت بهذه الكيفية بيكون هذا الشرط باطل. وكيف نوزع الأرباح؟ نوزعها وفقا للنظام. النظام يقول أن حصتك في رأس المال تأخذ بها الأرباح. يعني لو أنت مساهم في رأس مال الشركة ب10% تأخذ 10% من الأرباح وتتحمل 10% من الخسارة، تكون تتحمل 10% من الخسارة. هذه هي الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة. هنالك أركان شكلية، وأركان شكلية يجب توافرها في عقد الشركة، هما ركنان أساسيان أو يمكن أن يتضحوا بهذا المستقبل. الركن الأول كتابة عقد الشركة. الشركات الخمسة التي ذكرناها 4 منها يتعين كتابة عقدها ما عدا شركة المحاصة. هي النص باستثناء شركة المحاصة يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوبا وموثقا من الجهة المختصة بالتوثيق، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا. بمعنى أن ما يتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة يجب أن يفرق هذا العقد كتابة، والكتابة هذه تكون أمام جهة مختصة بكتابة عقود الشركة وتوثيقها. إن لم يتبع هذا الإجراء يكون عقد تأسيس الشركة باطلا في هذا الحال، هو يكتب أمام كتابات العقد فقط شركة المحاصة لغير مطالب بأن يكتب عقد تأسيسها. وكتابة عقد الشركة لها أهمية كبيرة. أولا، عقد الشركة يتضمن تفاصيل كثيرة ومعقدة لا يتسنى للجميع حفظها مع مرور الوقت. ثانيا، إذا حدثت أي نزاعات بين الشركاء يتم تسوية هذه النزاعات بالرجوع إلى عقد الشركة.
ثالثا، كتابة عقد الشركة بتمثل المرحلة الأولى في الشهر اللي هو الإعلان، يعني إذا أردنا أن نعلن الشركة في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار، لابد أن يكون هذا العقد مكتوبا. إن لم يكن مكتوبا لا يتسنى لنا شهرها أو الإعلان عنها. أيضا من ناحية معنوية، عندما يقدم الشريك على التوقيع على عقد تأسيس الشركة، هنا يستشعر المسؤولية حول هذا الاتفاق وهذا العقد وهذه النصوص المضمنة في عقد تأسيس الشركة. لذلك لا بد أن يكتب ولا بد أن يوثق أمام كاتب عدل، يعني مش يكفي الكتابة في أي مكتب أو في أي شركة من الشركات، لا، لا بد أن يكون هذا التوثيق أمام كاتب عدل بصيغته النظامية. الركن الثاني هو شهر العقد. جميع الشركات يجب أن يتم شهر عقد تأسيسها ما عدا شركة المحافظة. لاحظوا في هذه الشركة يا جماعة، تكرر الحديث عنها في أكثر من موقع، إنه هذه الشركة لا يطلب كتابة عقد تأسيسها، وأيضا لا يتم شهر هذا العقد. أما بقية الشركات الأخرى يجب شهر عقد تأسيسها، والشهر نعني به الإعلان، والإعلان هذا يتم في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار بواسطة إيداع عقد تأسيس الشركة ونظامها لدى الجهة المختصة والمسؤولة عن عقد عن الموقع الإلكتروني، مع دفع الرسوم المالية المطلوبة لذلك. والشهر بيعتبر شرط أساسي لكي تكون هذه الشركة مقبول التعامل بها مع الغير، لأنه قبل شهر عقد تأسيس الشركة الغير لا يعلم عن هذه الشركة. والغير هنا نعني به العملاء أو الأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة غير مؤسسيها أو أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة. بعد عملية الشهر، وزارة التجارة والاستثمار بتزود الشركة بنسخة من عقد التأسيس ومن نظام الشركة بعد التصديق عليها والتأشير عليها بما يفيد أنه قد تم شهر هذه الشركة. وعملية الشهر هي مسؤولية مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، وبيتاح للغير الاطلاع على وثائق الشركة من عقد التأسيس والنظام. يعني يا جماعة، عقد التأسيس ونظام الشركة عندما يتم شهرها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار، يتاح للغير الاطلاع عليها، ويمكن أن يتحصلوا على مستخرج منها في كل تفاصيلها. لأن يا جماعة إحنا بنقول إنه السجل التجاري عنده وظيفة استعلامية، الوظيفة الاستعلامية هذه بيستطيع الكافة أن يتعرفوا على ماهية الشركة وطبيعة عملها ومقرها ومتى بدأت نشاطها المالي وكم رأس مال هذه الشركات. يعني التفاصيل عقد تأسيس الشركة ليست سرية على الآخرين، أعضاء الشركة يعرفونها وحتى الأشخاص الآخرين يعرفونها. والدليل على ذلك أن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة للسجل التجاري لوزارة التجارة والاستثمار متاح، وتستطيع أن تطلع على أي معلومات وبيانات متعلقة بالنشاط التجاري في المملكة، سواء كان لتجارة أفراد أو كان لشركات مدرجة في هذا السجل. على المنتدى أنا كان طرحت تكليف، وفي عدد من الأسئلة متعلقة بالجزء الأول من المقرر اللي درسناه. بيبدأ هذا التكليف أو بيكون متاح هذا التكليف للكافة بعد نهاية هذه المحاضرة مباشرة. الوقت بالنسبة لديه كافي، وفرص المحاولة أيضا فيه كافية. أتمنى إنه الناس بعد نهاية المحاضرة
تدخل على الموقع وتطلع على كيفية الأسئلة والمحاولة للاستفادة من هذه الأسئلة، وبتعكس لك الوضع الأكاديمي من حيث المذاكرة وغيرها. التكليف نهاية هذه المحاضرة، التكليف بيكون متاح للجميع. عليه درجات أو غير درجات، هذا هو مسؤولية الإدارة الفنية بالنسبة لأن إحنا بندي التكليف عشان يدي الطالب فكرة عن كيفية الأسئلة ويساعده على المذاكرة فقط. في كل الأحوال أنت مستفيد منه. ننهي هذه المحاضرة بالحديث عن بطلان الشركة. الشركة إذا تخلف أي من الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة أو الشكلية لعمل الشركة يؤدي ذلك إلى بطلان عقد الشركة. والبطلان عندنا له نوعين، بطلان مطلق وهو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلغاء نفسها ولا تصححه الإجازة، وتعتبر الشركة يعني هذا بطلان أي شخص عنده مصلحة يتمسك به من حقه أن يطالب بأن يعلن بطلان هذه الشركة، والمحكمة تقضي به من تلغاء نفسها. يا جماعة عادة القضاء لا يقضي بأكثر مما تطلب، يعني إذا دخلت محكمة وطلبت بأن يحكم لك بمبلغ 110,000 ريال والمحكمة رأت أنك تستحق أكثر من ذلك لا تقضي لك إلا بما طلبته أنت، لكن في حالة بطلان الشركات تقضي به المحكمة. ولا تصححه الإجازة، يعني بمعنى أن الشخص الذي بطل عقد الشركة بسببه إن قال أنا وافقت على هذا العمل لا يصبح عقد الشركة صحيحا. ويكون عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا في حالة انعدام أي واحد من الأركان الموضوعية العامة، سواء كان الرضا أو الأهلية أو كان المحل مثلا باطل أو كان السبب عقد الشركة غير موجود. وأيضا في حالة غياب عدم تقديم الحصة أو عدم اقتسام الأرباح والخسائر أو عدم وجود نية المشاركة، أيضا هذا يعتبر أنه عقد الشركة باطل بطلانا مطلقا. أما تعدد الشركاء في حالة عدم الشركات المطلوب فيها تعدد، إن لم يتوافر يكون عقد الشركة باطل بطلانا مطلقا. وأما إذا كانت شركة أساسا من شركات الأفراد لا يكون عقد الشركة باطلا مطلقا مطلقا بسبب عدم التعدد. النوع الثاني من أنواع البطلان هو البطلان النسبي، والبطلان النسبي تعريفه مختلف تماما عن تعريف البطلان المطلق، لأنه هنا بنقول البطلان النسبي هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتصححه الإجازة الصريحة والضمنية. هناك بنقول يجوز لكل ذي مصلحة يتمسك به، هنا لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته. هناك بنقول تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، هنا بنقول لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. في البطلان المطلق بنقول لا تصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية، هنا نقول تصححه الإجازة الصريحة والضمنية. وتعتبر الشركة باطلة بطلانا نسبيا إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت العقد أو اعترى الرضا أحد رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الإرادة. البطلان النسبي مثلا شخص وقع على عقد الشركة وكان تحت الإكراه، بعد أن زال منه هذا الإكراه ذهب للمحكمة قال ترى أنا وقعت على هذا العقد وكنت تحت التهديد والإكراه. هنا بنقول له عقد الشركة باطل في حقك بطلانا نسبيا، بمعنى الآن الإكراه زال، هل تريد أن تواصل مع الشركاء في عقد تأسيس الشركة أم لا؟ إذا تمسك ببطلان العقد يبطل العقد في حقه في هذا الحال، وإذا وافق بعد زوال الإكراه بأن يستمر في هذه الحالة
تستمر عقد الشركة بالكيفية المطلوبة. إذا صدر قرار ببطلان عقد الشركة، يسري قرار البطلان هذا من تاريخ صدوره إلى المستقبل. يعني لو صدر اليوم 23/6 قرار ببطلان عقد تأسيس الشركة، بنقول أن هذا البطلان، قرار البطلان، يسري من الآن وإلى المستقبل، ولا يسري بأثر المرجعي في هذا الحال. ولا يسري بأثر المرجعي في هذا الحال. بذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. وقبل أن أختم، بذكر على أن نهاية المحاضرة إن شاء الله في تكليف سيكون مطروح ومدرج. أتمنى أن الناس تدخل على التكليف حتى إنها تستفيد من هذا التكليف. الأشياء اللي بيعتمد عليها في المذاكرة أنا ذكرتها في المنتدى وذكرتها في المحاضرات الماضية، اللي هي بنقول إن المحاضرات المسجلة رسميا لديكم تعتبر هي المرجع الأساسي. المحاضرات المرئية هذه بتعتبر هي شروحات وتلخيص لما هو موجود في المحاضرات المرئية. هذا هو الأساس لدينا في المذاكرة وفي الاختبار وفي الشرح المباشر بإذن الله. إلى أن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة الأسبوع القادم الأحد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.